هذا وبلغت العلاقات البحرينية السعودية أعلى المستويات من التعاون والتنسيق المشترك، وعززت من تقدمها كنموذج يحتذى به بين الدول من خلال شراكة الاستراتيجيات المتنامية في شتى المجالات. بين الشواطئ اللؤلؤية والرمال الذهبية تبدأ قصة عشق بحرينية تمتد فصولها من دلم أرض الخلود إلى شبه الجزيرة العربية، تمتزج فيها روابط الأخوة والعروبة والدين لتاريخ طويل يحكي حكايات ومواقف مشهودة. عرس المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 90 هو عرس بحريني بامتياز، تفرح المنامة لأفراحها قيادة وحكومة وشعبا، اعتزازا بذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وتقديرا لعمق العلاقات وما تشهده من تطور ونماء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيدهما الله. العلاقات البحرينية السعودية أصبحت نموذجا متميزا وفخرا تعتز به الشعوب في الماضي والحاضر لما تحمله من سمات ومنجزات راسخة وتطلعات واعدة. ولدى الرياض دور محوري مشهود في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والتي ترجمتها بمواقف أثبتت أنها الحصن الحصين الحامي للجميع دوما. مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى تؤكد وقوفها على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير المشترك، وأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن البحرين والأمن القومي الخليجي والعربي. ويؤكد جلالة الملك المفدى مرارا وتكرارا أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة. عام يأتي وعام يمضي، وكل عام تظل المملكة العربية السعودية شامخة للأنام ومنارة التوحيد إلى الأبد ومصدر إشعاع للإنسانية. فكل عام وشعب المملكة وقيادتها بألف خير.